السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل زيت الجزر. بناء على طلب احدى الخوات بدها انواع من الزيوت، فانا حبيت اسوي زيت الجزر اليوم، لان الجزر كتير منيح للبشرة وللجسم. في يعني كثير من الفيتامينات، ويغذي البشره ويبيض البشره ويصفي البشره. حتى شوفوا انا بقول لكم يبيض البشره اللي بده يحطها بالليل زين، وبالنهار اللي بده يسوي بشرته برونزي يقدر يحطها اذا بيته متعرض للشمس. بدون ما يطلع للشمس بيسوي الجسم برونزي، يعني بتحطيه على كل الجسم وتلبسي هيك شيء خفيف بيعمل الجسم برونزي بلون الجزر، كتير حلو زين. اللي بده يعني البيضة اللي بتحب تسوي جسمها شوية برونزي تقدر. شو هو عبارة عن 4 5 جزرات، زي ما بدكم، 6 7 زي ما بدكم، تبرشوها على هاي الطريقة. وشو بتخلو؟ بتخلو زيت زيت دوار الشمس. هيو هذا زيت دوار الشمس، ان شاء الله يكون واضح. هحط لكم شلون نقول الكاسة عشان تعرفوا قديش يعني زين. هذه تقريبا انا حطيت عشان اعطيكم بالضبط، يعني بدنا نقول نص الكيلو الجزر زين، لاني ما راح اكبل هذا المبروش، راح اسوي فيه بيه حلو لاولادي. وراح احط شوفوا كوب كامل، كوب كامل من الزيت. شوفوا كوب كامل، ما راح احط بعد، كوب كامل من الزيت. راح شو بعمل؟ بخلطه شوي وبسيبه على نار هادية لحد ما تشوفون الجزر ذبل زين، ذبل ذبل كتير ذبل، والزيت تبعه صار لونه برتقالي. طيب انا بدي اياه هيك يصير. ان شاء الله انا راح اسكر الفيديو وبرجع لكم بالخطوة الاخيرة عشان تشوفوا. طيب هو بدنا زي ما حكيت لكم تقريبا نص كيلو جزر، تبرشوه كويس وتحطون معاه زيت، كوب زيت. طيب وعلى نار هادية سيبوه، يعني ما بعرف كل واحدة وحسب الغاز تبعتها او الطباخ تبعتها، نص ساعة ثلث ساعة حسبها. انا بس يذبل راح اورجيكم اياه ونكمل الفيديو. طيب يلا انتظروني. رجعت لكم بعد مرور تقريبا نصف ساعة، خليته على النار هادية وشوفوا شلون لونه صار. هسه بدنا نصفيه طيب، ونخليه بعلبة قزاز تكون لونها بني، واللي ما عنده علبة قزاز لونها بني يحاول يلفها بالسلوفان او باي شراب لونه اسود زين، او اي لون غامق. الصراحة نصفيها طيب، هذا اي مصفات زي هيك، مصفات زي هيك طيب. وراح نبدي نصفي. هذا الزيت كثير كويس للشعر، يطول الشعر طيب، اذا استعملتوه بالسبوع مرتين طيب يعطي طول للشعر كثير حلو، وكمان يكثف الشعر كتير كويس. طيب استعملوه مرتين بالاسبوع اذا بدكم تطولوا الشعر او تكثفوا الشعر، كتير كويس. وكتير كويس كمان للبشرة، للبشرة الجافة وللبشرة الدهنية كمان منيح، وللبشرة اللي يعني شلون نقول حساسة كمان، ما بيعمل، لان هو هذا الزيت يكون بارد من النوع الزيوت الباردة، بس حاولوا البشرة الحساسة يجربوه قبل ما بيخلوه على بشرتهم. وكمان كثير كويس يجدد الخلايا تبعت الوجه طيب، ويجدد الخلايا تبعت الوجه ويصفيها ويعالج التجاعيد ويعطي نضارة للوجه كثير حلو، خاصة لو استعملتوه أخذتوا قليل من هذا الزيت. طيب هيك يعني مقدار ملعقة تاخذون من هذا الزيت وملعقة صغيرة من العسل، وخليتوه على البشرة تبعتكم كتير كويس وكتير منيح. شوفوا قديش يعني احنا هسه اخذنا، طلعوا
قديش كتير وكويس وكثير حلو. حاولوا هذا الزيت تحطوه مكان يعني هيك شوية مظلم عشان تحافظوا عليه كمية يعني وقت طويل. هذا الزيت كتير كويس لجميع البشرات ان شاء الله، يناسب البشرة الحساسة والبشرة الجافة والبشرة الدهنية، وزي ما حكيت لكم يزيد كثافة الشعر ويطول الشعر كمان ويحمي البشرة من التجاعيد. هاي اليوم وصفتنا وهذا الزيت اليوم اللي سويناه، واتمنى من عندكم كمان تعملوا لايك وشير وتدعسوا على الجرس عشان يوصلكم كل اشي جديد من عندي. ومع السلامة.